نشأة صداقة. كان مراد وسعاد مبتهجين بما رأياه من جمال الريف، وقد شكرا لأبيهما معروفه إذ أتاح لهما أن يقضيا شطرا من العطلة الصيفية في مزرعته الجديدة. وقد أعجبهما من الريف سحره المتجدد وهواؤه النقي ومناظره الفاتنة، وكانا يستيقظان كل يوم في الصباح الباكر ليتمتعا برؤية الشمس وتغريد الطيور. وذات صباح كان الطفلان جاثمين على بساط في حديقة الدار، وكان ذلك المكان أحب أماكن الريف إليهما. وبينما هما ينعمان بما يحيط بهما من المناظر الجذابة، إذ طرق أسماعهما صوت رقيق يناديهما، فتلفتا يمنة ويسرى ونظرا إلى أعلى فلم يريا أحدا. فقالت سعاد: ما أغرب هذا الصوت، ترى من ينادينا؟ وأضاف مراد: هذا صوت عجيب، فمن صاحبه؟ فرد الصوت: إنكما لن تستطيعا الاهتداء إلي. ثم اقتربت اليعسوب من سعاد ووقفت إلى جوارها، ففرحت برؤيتها وقالت لها: لقد عرفتك، أنت ملكة النحل. فقالت اليعسوب بصوت عال: صدقت يا سعاد، صدقت يا سعاد. في تلك اللحظة تقدم مراد من اليعسوب وقد بدت عليه الحيرة وقال: هناك مسألة طالما شغلتني، فبربك في أي مكان تخزنين العسل؟ ضحكت اليعسوب وإجابت قائلة: للنحلة العاملة كيس في مقدمة بطنها، وهو مستودع العسل الذي تجمعه مما تقطفه من الأزهار والنبات وما إلى ذلك، ثم لا يلبث أن يتحول عسلا فتخرجه النحلة العاملة. تعجبت سعاد مما سمعت وقالت: أليست كل نحلة من نحل الخلية عاملة؟ اكتشف وأفهم. أقرأ النص ثم أختار ما يناسب مما يأتي. كان الطفلان على بساط في حديقة الحي. اقتربت اليعسوب من سعاد ووقفت إلى جوارها. دارت أحداث هذه الحكاية في الليل. الإجابة الصحيحة هي: اقتربت اليعسوب من سعاد ووقفت إلى جوارها. أعيد كتابة الجملة الآتية معوضاً ما تحته سطر بما يفيد المعنى نفسه. هناك مسألة طالما شغلتني. شغلتني أي أخذت تفكيري، لذا يمكن أن نعوض الكلمة بحيرتني وتصبح الجملة كالآتي: هناك مسألة طالما حيرتني. أعمق فهمي. أحداث هذا النص أهي واقعية أم خيالية؟ أذكر كيف عرفت ذلك. أحداث النص خيالية لأن بها شخصيات حيوانية ناطقة. أذكر صاحب كل قول من الأقوال التالية: إنكما لن تستطيعا الاهتداء إلي، فبربك في أي مكان تخزنين العسل، أليست كل نحلة من نحل الخلية عاملة، هناك مسألة لطالما شغلتني. الإجابة: إنكما لن تستطيعا الاهتداء إلي، اليعسوب. أما فبربك في أي مكان تخزنين العسل، هناك مسألة لطالما شغلتني، مراد. أليست كل نحلة من نحل الخلية عاملة؟ سعاد. أرتب الجمل الآتية حسب ورودها في النص.
قدمت اليعسوب للطفلين معلومات تتعلق بالنحل. زار مراد وسعاد المزرعة الجديدة. التقى الطفلان باليعسوب في حديقة المنزل. حسب أحداث النص، الجمل يكون ورودها على النحو التالي: زار مراد وسعاد المزرعة الجديدة. التقى الطفلان باليعسوب في حديقة المنزل. قدمت اليعسوب للطفلين معلومات تتعلق بالنحل. أعين الجملة التي تتضمن المعنى الصحيح. لملكة النحل كيس في مقدمة بطنها تخزن فيه العسل. للنحلة العاملة كيس في مقدمة بطنها تخزن فيه العسل. الجملة ذات المعنى الصحيح هي: للنحلة العاملة كيس في مقدمة بطنها تخزن فيه العسل. أبدي رأيي، ما الذي شد الطفلين إلى الريف؟ ما شد الطفلين إلى الريف هو سحره المتجدد وهواؤه النقي ومناظره الفاتنة. وأنت، ما الذي يحببك في الريف؟ ما يحببني في الريف هو السكون وبساطة العيش وتآخي سكانه وحب بعضهم البعض. أفتح نافذة وأغني ملف التعلم. أبحث عن فوائد العسل. للعسل فوائد عدة، لعل أهمها معالجة جسم الإنسان من العديد من الأمراض. قال الله تعالى: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. آية 69، سورة النحل. أعرف وأثري زاد اللغوي: خلية النحل، بيت النحل، شهد العسل، العسل.